محطاتنا لليوم بهالحلقة الخاصة، واليوم رح نحكي عن نظرة الرئيس رفيق الحريري إلى المرأة. كانت هالنظرة كتير مهمة ووضعها فعلا بأشجانه، إذا فينا نقوله. كان دايما يجرب يوضع أنه يحط أمام أعينه يقدر قديش يساعد المرأة ويثبت وجودها بالمجتمع اللبناني. اليوم رح نحكي عن هالموضوع مع رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية السيدة إقبال دوغان. ست إقبال، صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم بهالنهار المميز والخاص. رح ابدا فعلا بالاول بنظره الرئيس رفيق الحريري، قديش كان فعلا حاطط المراه بقلبه بعقله لحتى يقدر يحقق لها انجازات كثير كبيره تحققت بعهده، وقدر فعلا يحس انه هو قادر يوقف الى جانبها والمراه تحس قديش هو دعمها. صحيح، ونحن يعني خسارتنا مضاعفه بمستشهد، يعني خساره المراه مضاعفه لانه بوقته اخذنا قفزات في تغيير القوانين، في انه لاول مره هو نزل على الانتخابات البلديه نساء، ونزل على كان ما حدا لسه ابدا ينزل على الانتخابات النيابيه، مع انه انا بعرف وقت الانتخابات النيابيه قد صار عليه ضغط كثير كبير، وبرضه ما قبل الا يتم نزل نساء معه. نعم، ويعني كان هو قلنا انه انا بعدين اي وزاره بدي اعملها بدي اجيب اكثر من 3-4 نساء معي. يعني من 12 سنه لحد هلا لا ما عم نقدر نوصل امراه واحده هلا اخر اخر يعني حكومه. ف انجازات كثير كبيره، وكان هو يحترم النساء، يحترم انه هن شريك فعلي. وانا بالنسبه له يعني انه بالنسبه له انا بالنسبه لي هو قطاع عام، يعني كزعيم بلد صعب يلتقى مثله، بس كمان بالنسبة لي كان كصديق. يعني لألي ولزوجي كنا سوا جامعة بيروت العربية أول ما فاتحة، وهو معنا رفيقنا بنفس الصف هو وزوجي، وأنا كنت معه بالسياسة يعني نشتغل بحركة القومية العرب. فهيدا الزلمة ماشي غير شكل عن الناس، يعني غاب عنا فترة كبيرة بالسعودية، ولما رجع هيدا بيحب رفقاته لما كان هو فقير اكثر بكثير من رفقاته الجايين، وبيعتبرهم هولي الاساسيه. وتصوري لما كان يشوفني يسالني عن كل رفيق من رفقاتنا ايام لما كنا بالجامعه، هيدا شو صار فيه، هيدا وين صار، هيدي من تزوجت، هيدا صار شو صار عنده اولاد. يعني كان يهتم برفقاته اهتمام غير طبيعي. صحيح، وكان يهتم بالمجتمع النسائي كثير، وكان يهتم بالمجتمع النسائي لانه مثل ما ذكرتي كان يعتبرها جزء اساسي مثل ما هي فعلا. هيدا الشيء ولو تشوفي قديش يعني كل هالبروش هيدي انجازات للحركة النسائية تتضمن كل شيء فيه. كان عندنا كثير اشياء ضد المرأة، يعني اشحاف بحقها، كانت هي ما بتقدر تشهد بالسجل العقاري، كانت ما اذا حدا بده يعمل تأمين اذا ما قبل زوجها على حياتها ما بتقدر، كانت ما تقدر تتاجر الا باسم زوجها. بايامه كمان وافق على السيداو، يعني الاتفاقية لإزالة جميع أسباب التمييز ضد المرأة، كمان بوقته غير بقانون العمل، زاد إجازة الأمومة، منع يعني طرد المرأة من شغلها إذا كانت متزوجة يعني أو إذا كانت حامل، إلا بيعتبر صرف تعسفي بحق إلا يعني بترفع دعوة بحق إلا تعويضات زيادة. غير قانون الضمان الاجتماعي اللي كانوا ما يعطوا النساء عن أولادهم ضمان صحي وتعويض عائلي، كمان هذا كله صار بأيامه. فيعني اللي بقي كتير قليل، ونحن عم نرجع يعني نكمل من بعده، ولكن كتير بالصعوبة عن ما كنا لما نلتجئ لألو يقتنع بالشغلة دغري يشتغل على أنه يخلصها. فهيدي اللي بدي اقول لك اياها. بعدين انت شوفي محبته لوالدته، ايه قديش احترامه، صح. محبته لزوجته، محبته لاخته ست بقية، يعني محبته لنا نحن يعتبرنا كمان اخواته. فبالفعل كان ما حس ولا مرة أنه بيفرق بين مرأة ورجل أبدا. صحيح، وأنا كنت أنزل عنده كل أسبوع، يعني أنزل شوف إذا حدا بده شيء أو يسألني أيام، حتى يسألني عن أشخاص. يعني ما كان يعني يقول أنه أنا ما بدي أسأل،
كان ياخذ مصادره مش من من وكان فاتح يعني. اصلا ابوابه للجميع، وكان حتى لما بيكون موجود على الطريق على الارض كان صحيح. فعلا كل الوقت يسمع لكل الناس اللي قد يحسوه قريب منه. بعرف صديقتي في وحده من اصحابي توفى اخوها بالصين وهن ما بيعرفوا، بالعكس ان كانوا ضدهم سياسيا. قامت وقفت له على باب البيت لما طلع من السياره، هجمت على السياره، اجوا الحرس بدهم يوقفوها، هو وقفهم. قال له شو بدك؟ قالت له الان اخي بالصين وبدهم 10,000 دولار وما قادره انا، يعني ما قادرين نجيبه. بعت لي هون كل حدا مثلا يمثله حدا ما قادر بدون ما حدا يعرف، ما بيريد حدا يعرف. انا بس كنت اعرف انه كان دائما ينحط شيء بالمغلف وينبعث له، وكانوا اللي معه يخافوا ما يستغلوه الناس قد ما كان يعني كريم وقلبه صح. طيب ويحاول يساعد الناس بدون ما حدا يعرف، بدون ما يمنن. مره انا في شو اسمه عم يوزعوا، كانوا توزيعات بتعرفي برمضان مساعدات صحيح. قلت له انا شو دولتك شي 50,000 وزعت؟ قال لي لا اقبل 200,000. قلت له طيب ليه ما بتقول؟ وصرخ فيني، قال لي حدا بيعمل خير وبيحكي؟ صح صح. انا هالناس اللي فات هيدي عبيتهم ما عارفين انه مني؟ قلت له، قال لي بكفيني. اكيد. وهذا الشيء لما بيشعروا انه هو عم بيصير فيه هالامتنان من قبلهم، هذا الشيء لحاله بيرضيه، مش بحاجه يقول لحدا. مش معقول. وهون بدنا نتابع كمان قديش المراه فعلا عم بتعاني بعدها بامور كثير بدها اياها، وللاسف الشديد حتى فقدت شخص واقف حدهم شيخ سعد هلا واقف معنا. اكيد. يعني وهون قديش بدنا نرجع نقول انه عم بيقدر الرئيس سعد يعني كل قضايا المراه ما مره رحنا لعنده الا ما وقف معنا، وهو يعني الله يسلمه يا رب. واجا بظروف كثير صعبه كثير صعبه، وهو الشيخ رفيق كان يقول انه انا ما بدي من حدا من اولادي يشتغل سياسي. صح. وما دربهم على هالاساس، وحتى خليهم بعاد عن مجال السياسه بالخالص. لما اجا الشيخ سعد يعني اجا على قضيه صعبه كثير، واستشهاد والده وبلد فالته واستلم هالمهام، ما عنده اي يعني كيف قدر خلص كيف. بس انا بقول هلا، انا قلت له اياها هذيك اليوم انه صار سياسي من الدرجه الاولى. صح. وصار عم يلعب يعني مثل ابوه، بس الظروف مش الظروف مش عم تقدر ايه صح. الظروف عم تكون ضده للاسف. والا هيدي ضربه انه يرجع يتفق ليرجعوا يجيبوا رئيس جمهوريه، يجي هو رئيس وزاره والبلد ترجع تمشي، هيدي مش ضربه حدا مش سياسي. صح. يعني هو عض على جرحه. وبتعرفي قبل بمره كمان جبروه يروح عند على سوريا. صحيح. وكمان عض على جرحه وراح مشان بلده لمصلحه البلد. يعني هو ماشي على خطى والده، الله يسلم يا رب ويرحم. هو هيدا شهيد من اولياء الجنه يعني اكيد هو موجود، وهو اكيد هلا عم يشوفنا انه نحن اكيد بعليقه وعم يحضرنا. نحن ماشيين على خطى وما حنترك الشيء اللي هو بده اياه. بدنا لبنان بلد جنه. كان يقول انه انا بدي لبنان لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. نعم. وأحلى بلد. كان بده يعمل تصوري من بيروت لبعد النعمة محلات للهولي الكمبيوترات والهولي الأشياء. لأنه عارف أنه هدول هن مستقبل لبنان. هيدي كانت شغلت ناس أكيد. وقديش كانت عملت للبنان نهضة. قديش فعلا هلا عم نشوف بعدنا أمور كتير مشحفة بحق المرأة، ورجعنا عم نشهدها كتير بالسنوات الماضية، وأوقات عم بيطلع قوانين بهذا الموضوع إنما ما عم بيتم تطبيقها على الأرض. قديش فينا نرجع صحيح. نشهد فعلا أنه عم بيصير في قرارات تطلع وتم تشريعها وكمان ترجع تطبق على الارض بلاها ما بينفع شيء. حق معي. مش هيك نحن لحقين هالشغله، يعني احنا كحركات نسائيه لحقين انه مش بس القانون يطلع، لحقين على تنفيذه كيف بده يصير. وهلا صاروا النساء بيعرفوا انه اذا كان مثلا راحت امراه لها حق بتعويض وما عطوها اياه، بتعرف انه بدها تجي تلجا للجمعيات. مره تعنفت ما عادت تقعد ببيتها وتسكت، صارت بتروح بتلتجئ لناس يساعدوها بهالمجال. يعني الحركة النسائية لا شك انها عملت خطوات جديدة. وهلأ عنا قضية الكوتا النسائية، نحن وعدنا فيها الشيخ سعد، وعدنا فيها دولة الرئيس بري، وعم نحاول نقنع الباقيين بنحن كنساء عاملين كلمة موحدة مسلمين وتحالف. هالتحالف بدنا اياه يمشي لحتى تقدر المرأة تكون كتلة وازنة في مجلس النواب، لأنه اثنين وثلاثة ما بيقدروا يعملوا شيء. بس لما بيكونوا 30% مثل ما نحن طالبين، معناتها أنه هن وجودهم
مش حيغير بس بقضايا المرأة، حيغير بقضايا البلد. صحيح. لأنه البلد حياخد دم جديد، هالدم جديد والنساء، يعني نحن النساء بنجيب الأولاد، ما بنحب أنه يروحوا على الحرب أو يروحوا عن عينينا، أكيد بدنا نشتغل لبلدنا لنخلي أولادنا جنبنا، فهيك بيكون عم يساعدوه كمان لقلو بأي شيء بده يعمله إن شاء الله منيح. وبالقوانين التانية يعني مثل ما ذكرتي بالنسبة الجنسية. للتعنيف بعدها عم نشهد كثير هالموضوع، الجنسية اللي بعدها مش قادرة الأم تمنح جنسيتها لطفلها، هذا الشيء قديش عم بيكون صعب. صحيح. عم يتم المطالبه فيه مظاهرات ووقفات واعتصامات، انما ما عم بيقدر تتطبق على الارض، مش ما عم يقبل ولا بشكل ولا نعم. بشكل يعني. ونحن كمان الشيخ سعد واقف معنا بقضيه الجنسيه، بس يعني هو بده يقدر كمان يقنع الباقيين يلي رافضين رفض تام بهالموضوع. وانت شايفه كيف هيدا القانون الانتخاب شو عم يصير فيه. ايه. يعني نحن بيعتبرونا مشكله اضافيه انه بدنا نطالب بالكوتا، للاسف هيدا بس لما اكيد خليهم ما يعتبرونا، يعتبرونا احد مشاكلهم. نحن بدنا اياهم يعتبرونا احد مشاكلهم، وما حنسكت وحنتم نعمل مظاهرات واضرابات وسلميه، بس اكيد كله سلميه حتى ناخذ حقنا مثل ما عاملين كل البلاد العربيه كلها سابقتنا. ونحن لسانا اخر شيء. لبنان 147 من 148 دوله بالتمثيل السياسي للمراه. بنقبل نحن يكون لبنان قبل اخر واحد بالعالم بواحد؟ معقولة هيك؟ نحن هلا بدنا اياها هيدي الكوتا. قديش ممكن حتى مش بس الاعتصامات اللي عم تكون على الارض، انما فعلا يمكن تطرقوا او تدقوا باب حيلا شخص كمان قادر يوقف الى جانب الرئيس سعد الحريري، لانه هو لحاله قد ما كان مقتنع بس بحاجه لدعم من الاخرين. نحن امبارح كان عندنا لقاء باللجنة المصغره بمجلس النواب للجنه الاداره والعدل، وكمان يعني في ناس كانوا معنا، في ناس ناقشوا فيها، ولكن بدنا نتم نناقش مثل ما قلت لك حتى نطرح حالنا مثل ما بيقولوا مثلا نسبية، ولا نطرح حالنا كمان ككوتا نسائية احدى القصص اللي ما حيقدروا يهربوا منها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، لانه مثل ما كان تشعر المرأة بالامان وقت اللي كان موجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويشعروا انه قادرين يروحوا يدقوا بوابه ويطرحوا له قضاياهم ويحكوا فيها ويحسوا انه فعلا قادر يحقق لهم هالانجازات اللي هن بدهم اياها. وايضا حتى مثل ما ذكرنا اللي كان هالشخص موجود بالطريق بين كل الناس، هذه ما كنا نشهدها من ولا زعيم ولا قائد ولا شخص موجود على الارض قادر يحسسهم بالامان ويكون قريب منهم. هو انيك. ايه مصبوع. هو يعني لا يتكرر، صعب ولا يتكرر. يجلب الناس واحد مثله بظروفه وبمعرفته بهالناس كلها وبوضعه العالمي. يعني هو شو قال؟ قال لما راح عند امبراطور الصين وعم يسألوا امبراطور الصين قضايا اقتصادية عم يستشيره، تذكر انه لو كان امه معه. يعني بتذكر حدا إيه؟ نرجع لذكر والدته، قال يا ريتها كانت معي. اكيد فانه وصل لهالعالميه هيدي صعب كثير ناس. بس انا بتصور انه كمان سعد، الشيخ سعد الله يسلمه، لما بيصير له هالمجال ان شاء الله وبتروق شوي البلد، لانه هيدي قصه البلاد كلياتها مخربطه تخربطه، ونحن قد ما فينا عم نمشي بين النقط يعني. أكيد. كلبنانيه ان شاء الله يا رب بيروح هالحال وبنرجع كمان بنعمل البلد اللي هو كان طامح لانه يعمله. اكيد كان يحلم فيه دايما، وهذا الشيء اللي عم نحاول نطبقه يوم بعد إن شاء الله. يوم ان شاء الله. نحن بعد لحظات قليله رح ننتقل لا اكيد للمكان الشعلي اللي هو هالوقت هالساعه المشؤومه اللي للاسف كانت وحده الا خمسه ب 14 شباط 2005. واكيد هذا الشيء اللي هيك كل شخص منا بجرب او ما في الا ما يقول انا وين كنت بهاللحظه، انا شو كنت عم بعمل بهاللحظه، انا شو كنت عم بحس بهاللحظه، انا شو حسيت انه حياتي كلها تغيرت بهاللحظه. ان شاء الله يا رب الايام اللي جايه تكون افضل، وان شاء الله يا رب الامل اللي زرعته بقلوبنا يا رئيس رفيق الحريري تضل مستمره بنهج كل الاشخاص اكيد اللي متابعين من بعدك، واكيد ابرزهم الرئيس سعد الحريري. رح نسلم الشعله اكيد الى لقاء اخر، واكيد بنودعكم بعالم الصباح.